بما ان الفنتليتر كان طافي فقلت فرصه اني اشغله واسوي له كليبريشن واوريكم كيف تكون كليبريشن على السريع. بسم الله. طبعا هذا دريجر انفينيتي سي 500 او المعروف في الفي ان 500. الحين راح نبدا. اول شيء راح يقول نيو ادلت لان هذه ادلت اي سي يو فاختار. فعلى طول من اشتغل طلع لي الارم اللي هو بريفورم ديفايس اند بريثينج سيركت تشيك. فاذا بروح لها اروح الى السيستم تشيك فالديفايس. هذه هي الصفحه اللي اسوي عن طريقها التشيك على الجهاز وعلى السيركت. فنبدا شيء في الجهاز راح نتبع التعليمات اللي راح يعطيني. فأضغط ستارت سوي الكونفيرم هذا النوب اللي هنا فراح يطلع لي اللي راح يقول اي نعم اوكي هذا الصوت مزعج. فبعدها يسأل breathing circuit connect اي نعم يقول لك humidifier connect حنا HME لكن اي نعم flow sensor موجود اللي هو هذا. فكمل يس يقول لك prepare calibration with high temperature observe اوكي no problem سوي يس. فننتظر فيبدأ يشيك على الكاليبريشن اللي هو CO2 سنسور زيرو كاليبريشن. يقول لك تبغى تسوي كاليبريشن فهو يبغى يسوي كاليبريشن يونيت راح يطلع فيلد تست لانك كونكتد لان انا حاط ادلت فماني حاط السنسور حق اليونيت فنقول نعم. فيقول لك الاحمر اللي هنا حق اليونيت فلو سنسور اللي هو يجي كونكشن هنا بين التست لانك وهذا انا ما احتاجه لاني حاط ادلت سيتنج فماني عارف ليه حاطين الاوبشن في الادلت سيركت. لو اخترت بي دي اي يمكن يحطونه اتوقع لكن ادلت وتحطوا لي كذا ما ادري دريجر ما ادري والله. المهم هو الحين قاعد يسوي جاس سبلاي سنسر كالبريشن. هذه راح تاخذ دقيقتين لثلاث دقائق على ما يخلصها برجع لكم. هنا راح اتوقع والله العالم انه بيطلبني افصل اير اشبك الاكسجين. لا والله ما طلبني الحمد لله. هو ما شاء الله ما يمديني هذا اللي على طول على السريع قاعد تسوي كالبريشن فمن نفسه يعني. فالحين نسوي اوتو سنسر كالبريشن والنيبولايزر ونروح الى السيركت. الحين خلص فيقول لك الديفايس تشيك انكمبليت بسبب اللي هو النيو فلو لكن خلص نروح الى اللي هو البريثنج سيركت تشيك. هنا راح يشيك لك على الكمبلاينس والريزيستنس تبعت التيوب ويشيك لك على الليك. فاذا كان الليك اقل من 300 هذا هو المقبول بالنسبه للجهاز. اكثر من 300 راح يطلع لك ليك وراح يعيد لك الاختبار راح يقول لك انك فشلت بالاختبار. فنشيك الحين بسم الله ستارت كونفير. فهو طالب ان سيل البيشنت كونكشن بورت انا مسوي له سيل فاسوي اوكي. فهو قاعد يحسب الحين. فالحين يقول لي اوبن السيركت خلاص افتح يدي عنها فاضغط اوكي. وبكذا خلصنا الديفايس تشيك والبريثنج سيركت تشيك. المشكله اللي عندي في الديفايس مثل ما قلت لكم النيونيت فلو سنسر مو موجود المهم رجعنا للصفحه الرئيسيه والشاشه كذا كئيبه او نايت فيجن. فادخل على السيستم سيت اب وادخل على الجنرال سيتنج واحطها اوف. اللي بسأل إن ليش البي بيصير 15 وأنا حاط 5 زي الآن بالضبط الحين حيصير 15. وعلى فكرة الجواب مرة واضح لا تحاول إنك تضغط على نفسك وتفسرها بأشياء إن الكاليبريشن وهذه الأشياء لا في شيء أنا مسويه. فإذا جاوبتوها صح وعرفتوها راح أنزل لكم الجواب في السناب أو بكرة إن شاء الله راح أعلمكم إيش هذا الشيء اللي أنا سويته علشان كذا يطلع البي.